ذات مرة طلبت منه والدة أحد الأسرى الفلسطينيين قراءة رسالة وصلتها من ابنها في السجن. حينها قال: لن أتمكن من قراءة الرسالة، الخط غير واضح لكنه كان واضحا كما الشمس، إنما خجل أن يعترف لها أنه لم يعي اللغة بعد ولا يعرف القراءة، فبكى بكاء شديدا. ومرة أخرى لكنه سجين، هذه المرة عجز عن كتابة رسالة لأهله وهو في السجن، فسلمها فارغة تماما، وقرر منذ ذلك الوقت أن يبدأ في سجنه أبجديات اللغة ليخرج أيقونة تمثل الحركة الأسيرة في كل بقاع الأرض. فشمس حريتنا لهذا اليوم الأسير المحرر والمدير العام لمركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة الدكتور فهد أبو الحاج من قرية كوبر قضاء رام الله، يروي لنا قصة ولادة إنسان آخر ما بعد الأسر. دكتور فهد حسين أحمد أبو الحج من قرية كوبر اللي بتوقع شمال غربي رام الله وبتبعد عنها 15 كيلو متر. فهد أبو الحج ينتمي إلى عائلة فلاحية من قرية كوبر، طبعا عيلتي كانت تعتمد على زراعة الزيتون والقمح والشعير والبقليات كلياتها، وكنا إحنا عشنا في كنف هذه العائلة من قوت أرضنا، ومن أرضنا كنا نعتاش. عام 1974 اتنظمت إلى حركة التحرير الوطني فتح، وعام 1978 تم اعتقالي أنا ومجموعتي عمر البرغوثي وفخر البرغوثي ونائل البرغوثي، وتم هروب اثنين من المجموعة، شاب اسمه غازي البرغوثي والآخر أحمد أبو الحج الموجود اليوم بالأردن. تم اعتقالي عام 1978 على خلفية انتمائي لحركة فتح، ودخلت السجن أنا مثل ما قلت أمي لا بقرأ ولا بكتب، وأنا حاولت أكرس كل جهدي من أجل تطوير ذاتي كوني مريت في مرحلة مريرة جدا، وخاصة كنت عند قريبة لإلي في جيبيا، وهاي القريبة بتسألني بدي يعني بتفرجيني في رسالة من ابنها جاية من أمريكا علشان أقرأ لها إياها، فهي ستي خديجة بكينا إن كلها، فقلت لها يا ستي خديجة والله ما بقدر خطها مش واضح، بس هي بالحقيقة خطها واضح أنا مش عارف أقرأ، فبالتالي أنا تركتها ونزلت باتجاه البلد لأن هذا كي القرية، فأنا نزلت باتجاه البلد وقعدت على يمكن إعراك وصرت أبكي كأم فاقدة ابنها لأني حسيت بأنه أنا مش موجود. فعشان هيك هاي الصدمة كانت قوية بالنسبة لإلي، فلما أنا دخلت السجن فأكدت على نفسي أنه أنا لازم أطلع أكون غير فهد اللي دخل السجن. وفعلا أول 6 شهور كانت يعني موقوفين وكذا، ما كانش فيه الواحد في مجال أنه يدرس، بس لما وصلت أنا معتقل بير السبع، وكان في غرفة، كنت في غرفة فيها 7 أشخاص، أجا شويش السجن أعطى شويش الغرفة اللي هو مننا رسائل مشان نكتب لأهالينا إحنا وين موجودين، فأنا قلت لشويش الغرفة أنا بعرفش لا أكتب ولا أقرأ، فكتب لي أول رسالة شاب اسمه خضر كنداح من قرية أبو شخيدم وهو حي يرزق، وفعلا عندما كتبها ووديتها، وهاي يمكن أنتم انتبهتوا لها الرسالة أنا واضحها في المتحف، أول رسالة طلعت لأبويا وأمي هي كانت من خضر كنداح، وبعد ذلك أخضعت لبرنامج أكاديمي مكثف من اللجنة الثقافية العامة للتنظيم حركة فتح، وفعلا خلال 3 سنوات أنا كنت قاطع
الكتب الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكنت أكتب بالمجلة التنظيمية، وكنت أمتلك ثقافة عامة. كان السجن بالنسبة له محطة من محطات النظام، لم تكن موضوع من مواضيع الاستسلام، وكان يعني يجعل كل مشاعره وكل انتمائه وكل صدقه وكل وطنيته حبيسة حتى يخرج وينفس بها بكل جرأة. ولم يكن السجن بالنسبة له يعني موضع رعب أو موضع انتقاص أو موضع خوف أو جدل، بالعكس كان يكاد يعطي للناس صورة أني أنا اعتقلت وخرجت وكأني لم أعتقل، أنا معنوياتي تزداد لا تنقرض. وهذا شكل نموذج حقيقة بين الأطراف واللي بدوا يعني يحسبوا، يعني أي إنسان بده يقدم على أي موضوع معين بقيم جوانب الخسارة والربح. هاي النماذج كانت يعني بشكل عام داعم للناس تقبل على الوطنية. السجن بوكلش حدا، السجن محطة، السجن فخر، السجن اعتزاز، هاي كمان ثقافة شعبية وطنية بدأت تتغلغل نتيجة التجربة اللي يعني خاضوها كثير من أخوتنا الأسرى واللي خرجوا كيعني نماذج قابلة للاستنساخ، قابلة للتقليد. وأخونا فهد ضمن هذه الشخصيات اللي تم فهمها على هذا السياق. فهد أبو الحاج يعتبر إنسان مناضل منتمي لوطنه، يمتلك من القيم والأخلاق ما أهله ليكون رجل قيادي في مجتمعه وفي عائلته. هو إنسان مثابر، صنع نفسه من لا شيء بشهادة حركة مثل حركة فتح اللي كانت تسميه أصغر شبل دخل السجون الإسرائيلية وطلع من، كان يعني هم بيفتخروا بهاي التجربة لأنه دخل أمي واستطاع أنه يتخرج بدكتوراه من السجون الإسرائيلية. لولا مثابرته وعشقه للحياة وحبه للوطن ما استطاع أنه يوصل لهاي المرحلة من الثقافة والعلم والانتماء. فلما أنا طلعت في تبادل الأسرى عام 1985 وأجوا يمكن كل أهل البلد يسلموا علي، فالجميع ما صدقش، معقول هذا اللي دخل راعي غنم طلع بنظر في السياسة وبيحكي في الثقافة بهذا الشكل؟ فكانت مفاجأة للجميع. فأنا الصحيح بعد ذلك رحت على جريدة الموقف، فقلت بدي أعيش، لازم إحنا ما نمدش أدينا لحدا، فبالتالي بدي أعيش. فكان وقتها زهير الريس وسرين سيبي، الدكتور سرين سيبي، وكان زياد أبو زياد هم المسؤولين عن الجريدة، فقابلتهم فقلت لهم أنا بدي أشتغل، لأنه كانت المصانع عندنا الكولا ومشتقاتها كانوا يخافوا مننا. بتعرف بال85 كانت الناس تهابنا، فبالتالي لوين نروح؟ فأنا رحت على الدكتور سري وقلت له بدنا نعيش، مش ممكن انه احنا نمد ايدينا للناس. فبالتالي فعلا توظفت في جريدة الموقف كمحرر في هذاك الوقت، ومن ثم اغلقت جريدة الموقف ورحت على جمعية الدراسات العربية عند فيصل الحسيني الله يرحم روحه، واستمريت عند فيصل الحسيني 10 سنوات كاملات، وأنا أشتغل في مركز الأبحاث وفي قسم التوثيق. ومن ثم عودت وأكدت للدكتور سري أنه لازم إحنا نجري في توثيقنا للحركة الأسيرة الفلسطينية. وفعلا الأستاذ الدكتور سرين سيبي طلبني، وقتها كان هو رئيس جامعة القدس، طلبني من الرئيس أبو عمار الله يرحم روحه حتى أنا أروح أسس هذا الصرح التاريخي العظيم للشعب الفلسطيني اللي أنتوا كنتوا فيه. وفعلا بال97 انتقلت ورحت أبدأ أسس في هذا الصرح. كثير منا أيضا يعني كان يعني ينكب للقراءة وللكتابة وللمعرفة، لأنه المجال مفتوح رغم يعني بشاعة الاعتقال وقساوته والإجراءات اللي بتقوم فيها مصلحة السجون، يعني من مصادرة كل شيء لحرية الإنسان، إلا أنه من يريد أن يثبت ذاته، من يريد أن يستفيد بإمكانه أن يستفيد. هذا يعني ملخص بسيط عن رحلة الأخ فهد أبو الحاج في السجون، وكيف تعلم القراءة والكتابة وبدأ يعني عندما خرج من الأسر.
بدأ يبحث كيف يعني أخذ التوجيه بالسجن، وبعدها التحق بالجامعة، وبعدين كمل ماجستير، وبعدين كمل دكتوراه، وبنى يعني مؤسسة محترمة قد تكون يعني الوحيدة من نوعها في منطقتنا هون. كانت البدايات صعبة في تأسيس مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، لأنها هي كانت فكرة موجودة عند فهد أبو الحاج وحاول تطبيقها على أرض الواقع. كان الواقع صعب جدا، يعني كان هذا الحكي قبل 94 كانت الفكرة تروح عنده حتى أنه يأسسها. يعني في البداية كان قائم على أنه يجمع النثريات الفنية والأدبية للأسرى المحررين، وبرضه كان يكون بهاي الزيارات ويتواصل مع معظم الأسرى حتى أنه يستطيع تجميعها. فكان عنده وين بده يحط هاي التحف الفنية. تنقل في أكثر من مكان، يعني بداية كان شخص واحد هو المسؤول عن التجميع، هو المسؤول عن تنقيح هاي المواد اللي بيجيبها. يعني في البداية كان لا يتجاوز، كمان كانت موظفة معه، وبدوا بتأجير شقق سكنية في رام الله وفي أم الشرايط، حتى أنه استطاع أنه يوصل لهذا المركز العظيم الذي يداهي المراكز اللي خارج الوطن. نعمل على ثلاثة محاور في داخل هذا المركز. المحور الأول، عملنا على إيجاد متحف أبدي للحركة الأسيرة الفلسطينية يشمل كل ما صنعوه ذهنياً وفنياً داخل هذه السجون. صحيح أنه بإمكانيات بسيطة يتكون من الكرتون والدبك والحرير إلى آخره، ولكن يدخل في صلب الفن التشكيلي الفلسطيني الرائع. لذلك أوجدنا المتحف. بدأنا على إيجاد أيضا إرشيف وطني للحركة الأسيرة الفلسطينية اللي يشمل قوامه اليوم موجود بالمركز حوالي 120 ألف وثيقة، وهذا كنز ثقافي عظيم للشعب الفلسطيني. والقسم الثالث، عملنا على إيجاد موسوعة فلسطينية تحكي تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية منذ عام 1917 إلى يومنا هذا. وفعلا أول جزء من هذه الموسوعة أصدرناه عام 1914، وفعلا ذهبت على الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، وتم إعطائه نسخة من هذا من هاي الموسوعة، وفعلا تحدث عنها بشكل إيجابي وبالمنظار الأكاديمي العلمي، وقال هلا الأسرى بدأوا ينوجدوا بالتاريخ الفلسطيني. قبل ما كانت كلياتها يعني أحاديث وقصص موجودة بالجرايد، ولكن الآن تم توثيقها وتوزيعها على مراكز الأبحاث وبالجامعات. أخونا فهد أبو الحاج يعني اشتغل عليها مظبوط. أولا اشتغل على تمويل إنشاء مركز، والمركز يعني بيئة مكانية تعطيك الانطباع كيف تعيش حالة السجون، من ما تدخل إلى أن يعني تدور في أروقة هذا المركز، تشعرك أنك كأنك فت المعتقل للناس اللي عندهم تجربة واللي ما عندهم تجربة عاشوا هذا، ثم تدخل إلى الداخل وتشعر بالاهتمامات التي بذلت. وثقوا كل
الاهتمامات للأسرى بما يتعلق بالشعر، بالقصة القصيرة، بالمقالات، بالتجارب، باللقاءات. بتاريخ 14/12/2017 تم اقتحام المتحف وتم تدمير كل مكتنياته وسرقة العديد من الوثائق من الإرشيف الوطني، وتم إنزال الإرشيف والموسوعة من الطابق الثالث إلى هنا من أجل تحميله تحميل كامل. ولكن بهمة الفلسطينيين نقول هم بيدمروا وإحنا بنبني، هم بيخلعوا وإحنا بنزرع. ففعلا بعد الدمار وبعد ما رصدنا موقع الجريمة بشكل كويس على كل وسائل الإعلام الفلسطينية، توجهت أيضا إلى عدة أطر، ومن ثم محاكمة إسرائيل بالمحكمة الجنايات الدولية، وهذا شيء رائع وكان مفاجأة لي الصحيح عندما قبلت محكمة الجنايات الدولية قضيتنا اللي هي طبعا ظلم وقع على مركز أبو جهاد وعلى كل الموظفين في مركز أبو جهاد. وكانت هذه إلي بالنسبة لإلي أنا كمدير المؤسسة نجاح باهر واختراق لكل الجدران، واستطعنا أن نوصل إلى محكمة الجنايات الدولية، وهذا ودولنا رسالة رسمية بهذا الحديث ب 20/3/2018، وتم إرسال رسالة منها إلى رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله، وفعلا اهتم بالموضوع اهتمام كبير، والحمد لله رب العالمين. هلا بنحول بالمتحف اللي دمروه الإسرائيليين، هذه القصة الإنسانية اللي بنحكيها من 1917 إلى يومنا هذا، من وعد بالفر المشؤوم إلى يومنا هذا، فبالتالي هاي القصة الإنسانية بنحول فيها الآن يا أخت لارا إلى المتحف الذكي، إلى المتحف الإلكتروني، وإن شاء الله المتحف الإلكتروني قريباً بيتم افتتاحه. كل أسير يفرج عنه يأتي إلى هنا ويتطلع على هذا الصرح التاريخي العظيم للشعب الفلسطيني، وفعلاً بيتطلع بالبهار بأنه هذا الفلاح استطاع أن بمساعدة طبعاً إخواني الأسرى الفلسطينيين والعرب المنتشرين في كل مكان أن نعمل إحنا وياهم هذه المؤسسة المرموقة بالمجتمع الفلسطيني. بتمنى له أولاً التوفيق، وبتمنى له حياة يعني بصحة وعافي يكمل حياته، ويظلوا بهذه الطاقة الإيجابية دائماً يطلع على الإنجاز، لأنه اللي أنجزه كبير بده مؤسسة تحمله، وبده يتم متابعة هذا الإنجاز. ورغم يعني قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المركز وتخريب بعض يعني موجوداته، إلا أنه بسرعة فائقة بزمن قياس استعاد المركز نشاطه وحيويته. يعني الكلمات قد لا توفي أخونا فهد بالحاج حقها حقيقة. إنسان يعني ناضل، ونضاله الأكبر كان خارج السجون، ونضاله الأكثر عمقاً كان في مركز أبو جهاد الحركة الأسيرة، لا زال من العامل الرئيسية التي تعزز روح الانتماء والوطنية، ولا زال يؤمن أن النضال رسالة باقية في كل الأوضاع، وهو موضوع يعني يستحق منا أن نعود للماضي ونستقرئ الحاضر ونستشرف المستقبل. في ضمن هذا المنظور أنا يعني أعتقد أنه الأخ فهد الحاج يستحق كثير من تسليط الضوء على أفكاره وعلى منجزاته، واعتباره من الشخصيات المكرمة وطنيا، ومن الشخصيات التي تستحق أن تأخذ وضعها في النظام السياسي أو في النظام الاجتماعي.